بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع: باب ما جاء في الملامسة والمنابزة. الملامسة والمنابزة، أولا لامس يلامس، أصله من لمس الثلاثي المجرد، وأما الرباعي فهو لامس من باب المفاعلة، والمنابزة أيضا من باب المفاعلة، من نبذ ينبذ ولمس يلمس. والملامسة تحتاج هذه الصيغة إلى الاشتراك بين اثنين على الأقل، فهنا أن يلمس بعضهم متاع بعض وينبذ بعضهم متاعه إلى الآخر، ملامسة والمنابذة. فقالوا أن الملامسة أن يلمس كل واحد ثوب صاحبه ويشتريه بغير تعمل، يعني هو قال عندي ثوب، ألمس اللي وضعت عليه يد بكذا وكذا بدون يتأمل أي نوع من هذا النوع، أي من أي نوع من هذا الثوب، أو ربما يكون مغشوشا في الداخل، يكون من فوق شيء ومن الداخل ملفوف شيء آخر، فهذا لا شك أنه يوصل أو يصل إلى المنازعات. كذلك ينبذ بعضهم، أنبذ لي متاعك هذا وأنا أشتريه بكذا بدون ما يعرف تفصيل هذا المتاع. والأصل في هذه الأشياء أن يكون الإنسان على بصيرة فيما يشتري وفيما يبيع، ولا يكون فيه جهالة للمبيع ولا جهالة للثمن، كذلك لا يكون فيه غرر وغش. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان أنا بالزناد، سفيان الثوري أنا بالزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، عن العارج أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. وكما أن هذه البيوع كانت معروفة لدى الجاهليين، ولذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع هذه البيوع كلها الجهالة. هناك أنواع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السمك في الماء، كذلك أن بيع الحب قبل أن يشتد لا يدرى مقداره ولا يعرف عاقبته هل يسلم وكذا. فالحمد لله الذي جاءنا بدين النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا بدين نظيف نزيه جدا من كل غش ومن كل ضرر وضرار. فأرى هذا نهى عن بيع المنابذة والملامسة، بحيث لا يتحقق كل واحد منهما ما يشتري وما يبيع، فيجب أن يكون البائع على بصيرة ماذا يبيع، والمشتري على بصيرة بالتفصيل أي يعني ماذا يشتري. هناك قد يكون بعض الأشياء لا يعني يحتاج إلى أن يقلبها الإنسان وينظر، بعض الأشياء ما يحتاج، إذا رأى من فوق التمر وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم مر بكومة أو بالصبرة من الطعام، وكان قد نزلت السماء، فكان صاحبه البيع كانوا يشترون هذه الأشياء بالصبرة، بالصبرة يعني بقومة كما يقولون بدون تقدير الساعة، فكان نزلت السماء وجاء المطر، ولكن القمح كان ناشفا من فوقه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة فنالت يده بللا، فقال: ما هذا الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله أصابته السماء. قال: هلا جعلته فوقه حتى لا ينغش الناس. فإذا هذه البيوع التي فيها شيء من الغش
لأخيك أو غرر أو تجهيل ولا يجوز بيعه، وجاء النهي عنه. هذه البيوع هي الأصل في بيوع المعاصرة، كثيرة منها يمكن أن تنزل عليها ويحكم عليها بصراحة لأجل العلة بعد تنقيه ومنات العلة أو إثبات منات العلة بأنه يجوز أو لا يجوز. نعم. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن يقول: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة أن يقول: إذا لمست أو إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا، مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك، عن بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وحاجات الناس واحدة وتبايع الناس واحدة. فالآن في هذا الزمان أيضا البيوع لا تخرج عن هذه البيوع التي كانت في الجاهلية، وسبب النهي الذي نهى قد تنزل على البيوع المعاصرة أيضا فيحكم عليها بسهولة بأن هذا يجوز أو لا يجوز نظرا لمثل هذه العلة. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا: قال لابن حجر: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه للشافعية: أصح أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيمسه المستام أي المساوم استام يستام من الصوم، فيقول له صاحب الثوب: بعتكها بكذا بشرط أن يقوم لمس يقوم لمسك مقام النظر، بس لمس فقط ولا تنظر تفصيلا ولا تكشف، ربما يكون مشغوقا في الداخل. نعم. وهناك قد يبيعون هذه الأشياء مغشوشة، وحتى موجود وجدنا في الهند ثوب من أفضل ما يكون من فوقه، ويقولون تشتري وحظك، الناس يشترون، فإذا في الداخل ثوب يعني بالي جدا خلق من داخل وملفوف عليه ومغلف تغليف جيد كأنه لا يساوي شيئا بالحقيقة، حتى لا يجد ما يشتري ما يخيط به حتى السروال، مع أنه قد يكون طاقة كما يقولون كبيرة في الظاهر. فهذه كلها الحمد لله الذي هدانا الله تعالى إلى ما هو الأفضل في مثل هذه. نعم. كذلك يقول الثاني: أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة، إذا لمست فقد وجب البيع، لا يقول قبلت أو لم أقبل، هذه كلها في مثار النزاع بين المسلمين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل بيع فيه مثل هذا النوع من الضرر والضرار والغش والغرار فلا يجوز بيعه. نعم. ثم قال: باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر. السلف سلف بمعنى مضى، فكأنه من هذا المعنى مأخوذ بأنه يعطي المال مقدما ويأخذ المتاع بعد مدة، وهو السلم الذي كانوا يسمونه بيع السلم وبيع السلف، أن تعطي الدراهم ذهبا أو فضة في سلعة معلومة موصوفة وصفا كاملا إلى أمد معلوم، أنا أشتري منك هذا الشيء أو أشتري التمر. الآن هو الأصل فيه كان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلف في التمر، المزارع يحتاج إلى الدراهم لتحسين زراعته قبل أن يأتي وقت الزراعة أو لحاجاته عامة، ويذهب إلى صاحب الدراهم أو يأتي صاحب الدراهم ويقول: بعد 6 أشهر إذا جاءت المحاصيل فأنا أشتري منك، من الآن يتفقون بأن الساع بكذا وكذا ويكون من نوع كذا وفي وقت كذا. إذا كان هذه كلها موصوفا ومؤقتا بتوقيت خاص فجاز، حيث إذا حصل الخلاف في أداء المبيع فهناك أمر واضح بأن شروطنا كذا وهذا لا يأتي بشرطنا، رد إلينا دراهمنا أو ائتي بما اتفقنا عليه بالموصوف. فهذا هو بيع السلم، أن تعطي الذهب أو الفضة إلى مدة معلومة كأنك أسلفت الثمن،
يعني أمضيت الثمن قبل استلام المال أو استلام المبيع بمدة، فلذلك سموه بيع السلف وبيع السلم أيضا. وأصله هو الذي جاء في هذا الحديث، قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عبد الله عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر أو في التمر، هكذا جاءت نسخ لكن الأصل فيها التمر الظاهر. قال فمن أسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. في كيل المعلوم إذا كان مكيلا، ووزن معلوم إذا كان موزونا، إلى أجل معلوم في الشهر الفلاني الذي تقطف فيه الثمار أو تؤخذ أو تجذ فيه النخيل، لابد أن تعطيني على ما اتفقنا عليه في كيل المعلوم، الدرهم بكذا أو الساعة بكذا، يكون متفق معلوم ومشهود عليه أيضا كما هو معروف. هذا الباب في الحقيقة لا شك أنه بيع مجهول أو بيع معدوم، ما هو كذا الآن، ما هو موجود، ما تدري هل يوجد أو لا يوجد، أو ربما يكون خاصة في الثمار ربما تأتي الآهات فتأكل وتفني الثمار، لكنه ما دام معروفا وحاجات الناس قائمة ويكون موصوفا وصفا كاملا، فإذا فقد ولم يجد ما صاحبه المشتري فحقه يكون ثابتا في رد ما أعطى. هذه المسألة في الحقيقة أنا أذكر أنه ما كان يجري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في فل المطعومات والمأكولات، وكان شيخنا عبد عبيد الله الرحماني رحمه الله صاحب مراعاة المفاتيح، لعلكم رأيتم شرح مشكات المسابيح، درسنا عليه جزءا شيئا ما، وأنا بنفسي سألت هذا كتابة، سألته كتابة فأجاب لي كتابة، أذكر الخطاب كان موجود عندي، يقول الذي يودي إليه فهمي، هكذا قال الذي يودي إليه فهمي أن هذا السلف حيث إنه بيع معدوم لا يصح إلا عند الحاجة للطعام للأكل والشرب أو في المطعومات والمشروبات وليس للتجارة عامة، هذا كلامه. قال أما هذا البيع استعماله لتجارة عامة فهو مخدوش، عندي كلمة مخدوش بلغة أردو كتب هكذا، مخدوش يعني معناه لا تؤيده الأدلة، مخدوش هذه الكلمة ما أنساها، هذا قبل يمكن أكثر من 55 سنة. نعم، فالحاصل أنه يعني المسألة، لكن وجدنا أن الأئمة رحمة الله عليهم يجعلون هذا البيع عاما في كل شيء الآن، وعليه حاجة قائمة في الحقيقة في غير المطعومات أيضا. الآن الحكومات تريد أن تشتري الآلات بعضها من بعض، ما هو كذا، فالمصانع تأخذ القيمة قبل سنة أو سنتين وتقول نأتيكم ونسلم إليكم الطائرة أو الأشياء وكذا من الأسلحة حاجات هذه بعد كذا من المدة، ويكون موصوف بالذمة فأجازوا مثل هذا. إذا كان كذلك أنت إذا أردت أن تشتري السيارة، شركة ربما وزعت، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أول ما تبع فتح الباري من الجامعة من المكتبة السلفية اللي هو كان صاحبها محب الدين الخطيب رحمه الله، الشيخ ابن باز تولى هو بنفسه الاشتراك فيها، اشتراك في هذا، وأن الكتاب يكون بمئة ريال يشترى بكامله يكمل جزءا وجزءا وجزءا وهكذا، سبحان الله. فأنا وصلت المدينة، لما وصلت المدينة كان بعض الإخوان مشترك فيه ذاهب، فأنا أخذت حتى ما تمت لي الجزء 13 من فتح الباري، مجلد كعاب جلد البقر أو جلد الدام فرو هذا المجلد 13، وكذلك الهدي هدى الساري المقدمة، ما حصل إلا
بعد 1386، وكان الاشتراك فيه وأخذ حوالي 10 سنوات وزيادة التبع. فمثل هذه كلها يجرون فيها إذا كان موصوفا بالذمة، فجاز أن يعطى القيمة 100 ريال. كان سبحان الله، وأنا اشتريت من الأخ الذي تلك الأيام 1386، وهذه كان جاء في أوائل تأسيس الجامعة قبل وصولنا ب5 سنين. في الحقيقة كان هذا الاشتراكات وبدأت تبع وكذا وكذا. فيبدو والله أعلم أن الأئمة رحمة الله يجيزون لا شك فيه، لكن شيخنا محمد بن عبيد الله الرحماني رحمه الله كان يقول لا، أنا ما وجدت هذا العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اتباع ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما وجدت هذا العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المطعومات فقط، وعلى قدر الحاجة، لا على قدر التجارة، على قدر الحاجة للأكل، ويجمعون لسنة كاملة لا بأس فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت خيبر كان صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة سنة واحدة، فكان يقول أنه لأجل قضاء الأكل والشرب لا للتجارة، حاجة الأكل. على كل حال، إلا أن الأئمة الآن إذا أردت أن تشتري السيارة ثم يمكن أن ترسل بذمة موصوفة بالذمة، حتى سبحان الله يرسلون لك الآن في من الشركات صورة على الإنترنت. واحد من الإخوان اشترى السيارة وعلى رأسها نقرأ، على ظهرها نقرأ باينة من هناك في الإنترنت. سألوا قالوا هذه بس فيها الظاهر طاحت حجرة صغيرة، وفي الغالب ما يظهر إذا ما تعمل الإنسان ما يظهر. ففيها تفصيل واضح جدا، كأنه يرى الإنسان الشيء ويشتري شيئا معلوما. أجازوها على كل حال. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، لأنه يجب أن يكون محدودا موصوفا. واختلفوا في السلم في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن متعم. الحاصل على كل حال، قد يختلفون في بعض الجزئيات. إذا كان جاز في الطعام والثياب وغيره، فما هو السبب المانع في الحيوانات إذا كان يوصف بأنه ثني أو جذع أو كذا؟ فلماذا لا يمكن أن يكون إذا كان موصوفا وصفا ومحدودا بحد وموقوتا بوقت؟ لماذا لا يجوز؟ فالذي يظهر الراجح إذا أجيزت غير الطعام والحاجات الضرورية فيجوز في كل شيء، في الحيوانات وغيرها أيضا، والله أعلم. نعم. والاختلاف حصل كما هو يقول وغيرهم، فرع بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم، ولا يظهر سبب الكراهة، والله أعلم. إن كان يقول أنه لا ينضبط بضبط أو بأوصاف فهذا ليس واضح، لأنها يمكن أن تضبط أنها تكون ناقة بلغت 2-3 أشهر وكذا، كل هذا يمكن أن يضبط فيكون جاز، والله أعلم. نعم. لكنه ذكر هنا الحديث، يقول حديث ابن عباس حديث، واحتجوا أي قال أحمد رحمه الله والشافعي أجازوا في الحيوانات، واحتجوا بما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عند عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ من قلائزه، يجهز جيشا، تجهيز جيش كان يأتي الناس ويقول يا رسول الله أريد أن أغزو لكن ليس عندي فأحملني. الآية الكريمة جاءوك لتحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يجد فكان يعطي الغزاة المركوب، وكذلك حتى لو كان يحتاج إلى أسلحة السهام والقوس وكذا.
فيقول هنا أمره أن يجهز جيشا. عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله أن يأخذ من قلائس الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال الحافظ في الدراية وفي إسناده اختلاف، يعني الأصل هذا الإسناد ليس بصحيح، وهذا الحديث وبهذا القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ الإبل بإبلين أو بعير ببعيرين، لم يصح هذا الإسناد. يقول في إسناده اختلاف، لكن أخرج البيهقي من وجه آخر قويا عبد الله بن عمرو نحوه انتهى. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان، وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة، واحتجوا بما أخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان. قال الزيلي في نسب الراية، قال الحاكم حديث إسناد صحيح الإسناد لم يخرجاه. وقال صاحب التنقيه وإسحاق بن إبراهيم قال فيه ابن هبان، قال فيه ابن هبان راوي اسمه إسحاق بن إبراهيم بن جوفا، هو منكر الحديث جدا، يأتي بالثقات الذي يظهر والله أعلم حديث حاكم هذا أكثر الناس صححوه ومن طرق أخرى، لكن إذا كان مداره على طريق إسحاق بن إبراهيم فهذا لا يصح والله أعلم. كذلك جاء من طريق آخر عن أبي حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود، إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا تسلمن مالنا أو لا تسلمن مالنا في شيء من الحيوان. هذا قول ابن مسعود وهو لم يثبت عنه أيضا، لأن إبراهيم النخعي لم يلقى عبد الله بن مسعود. فإذا يتلخص لنا والله أعلم الاختلاف في الحيوان، وإذا صح الحديث لكن اختلفوا في تصحيحه، فإذا لو صح الحديث لا يكون السلف في الحيوان، وإلا إذا كان السبب الذي يجود فيه في الطعام والثياب وغيره فيمكن أن يستعمل هذا السبب في جواز السلم في الحيوان أيضا إن شاء الله ويكون جائزا والله أعلم. باب ما جاء في أرض المشترك، أرض المشتركة والأرض المشتركة يريد بعضهم بيع بعض، هكذا جاء التبويب عندكم أرض المشترك ولا الأرض المشتركة؟ هكذا جاء على كلها مشترك. قال أي قد يكون له، لأن أرض المشترك أي أو المشترك الظاهر مشترك أو مشترك هي صفة للأرض بالحقيقة، ولا بد أن يكون أرض مكان مشترك أو بهذه الصورة تأويله، وإلا الأرض تستعمل صيغة مؤنث، فينبغي أن تكون الأرض المشتركة. أرض المشترك أي أرض المكان المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه إذا كان بين اثنين. قال حدثنا علي بن خشرم أنه قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الحديث صحيح وبهذا الإسناد أخرجه مسلم أيضا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. هذا يدخل في باب الشفعة، الشفعة إذا كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه في ذلك حتى يعرضه على شريكه. وباب الشفعة لعلكم تعرفون أنه إذا كانت طريق واحد ولم تقع الحدود لكل واحد بل باب واحد طريق واحد ومشترك بين الناس، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يبيع إلا أن يعرض على صاحبه، أنا أريد أن أبيع نصيبي أنت تشتري، إذا ما كنت تشتري أعرض على أحد آخر يشتري، ففي هذه الحالة لا شك أن صاحبه يكلف أن يجعل الحدود ويصرف الطرق، هذا له طريق وهذا في جزئه له طريق.
فلكن ما دام لم تصرف الطرق ولم تقع الحدود لكل واحد في ملكه فلا يجوز له أن يبيع إلا وهذا أيضا إلا أن يستأذن صاحبه، فإن قال لا أقدر أو لا أريد ففي هذه الحالة جاز له أن يبيع من أي أحد، لأنه هو ربما كان يستفيد هو بنفسه ما كشريك، لكن ثالث يأتي ربما لا يرغب في شراكته، وفي هذه الحالة أنت تجبره على شيء لا يريده، فالأقل يقتضي والقياس والخلق أيضا أن تستأذنه وتقول تشتري أو أنا أبيع على أحد آخر. فإذا باع على شك وقبل اشتراكه مثل ما كان هو سابق، طريق واحد وباب واحد ويقضيان حاجتهما لا بأس فيها، وإذا كان لا يوافقان فلا بد أن يكون لكل واحد يحد ملكه ويجعل له باب وطريق منفصل كما هو في باب الشفعة، معروف هذا الشيء. قال أبو عيسى هذا حديث الإسناد وليس بمتصل، سمعت محمدا أهو يقول سليمان اليشكري يقول إنه مات في حياة جابر رضي الله عنه قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد أنا أعرف لأحد منهم سماع من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر ابن عبد الله. قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. قال حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني به فلم وردها يقول رددتها. الأصل فيه أنه لم يسمع هذا على والله أعلم على قاعدة الإمام البخاري المعروفة الذي الناس ينكرون كثير منهم، ألا تعرفون أن الإمام البخاري رحمه الله يشترط في صحة الحديث مطلقا أن يكون ثبت سماع التلميذ مع الشيخ ثبوتا، لا تكفي المعاصرة بحيث إذا روى بالعنانة فيكون سبب الضعف عند الإمام البخاري رحمه الله. على هذا قال المعاصرة حاصلة لسليمان اليشكري وقتادة وغيرهم، لكن الإمام البخاري رحمه الله يقول لا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري. في كتابه التاريخ الكبير الإمام البخاري رحمه الله أعنى ما يكون في الحقيقة، الترجمة يكون في سطر سطرين ثلاثة، لكنه يعتني بشدة أنه سمع أو لم يسمع، هذا تجدونه هذه ميزة بارزة جدا في التاريخ الكبير للإمام البخاري، يقول لا نعرف له سمعان، أو إذا لا نعرف له سمعان هذا فيه مجال للآخر الذي يثبت له السماع في المعاصرة، لكنه يقول لم يسمع فلان من فلان، هنا دونه خرط القتاد. في الحقيقة تجد ربما يكون قول البخاري رحمه الله هو الراجح بعد البحث والتفتيش أن التلميذ والشيخ الذي جاءت روايته عنه لم يحصل بينهما لقاء، وهذا لو جربته. ولذلك لما قدم الإمام البخاري إلى أمير الرملة قالوا أي واحد، فقال ألا أريك سحرا، كتاب صحيح البخاري سحر في الحقيقة، في الظاهر لا يظهر إيش السحر فيه، لكن في الحقيقة عنايته بالاتصال والانقطاع شيء كثير جدا لا يوجد فيه لا عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مثله ولا عند أحد من المترجمين للرواة. فأنا أريد أن أتطرق بهذا، والله أعلم أن الأئمة أثبتوا السماء والبخاري المسلم أثبت السماء بعضهم لبعض، وهنا على كل حال الإمام البخاري على رأيه الذي ينقله الترمذي عنه أنه لم يثبت له، والمعاصرة وإن كانت ثابتة. ولذلك في بعض الأحيان نراه أنه رحمه الله يأتي بقصة من بعيد، يأتي قصة من بعيد وفلان يريد إثبات السماء، دخلت على فلان، دخلت أنا ويزيد بن هارون على من هو على فلان، فقال لما خرجنا، انظر كيف لما خرجنا نطح يزيد بن هارون رأسه بالباب، ايش معنى
هل كان هو طويل يزيد يريد أن يثبت أنه كان طويلا فارعا ولا إيش؟ يبدو أن هذا يثبت فيه دخوله ولقاءه. اللقاء عند البخاري في الحقيقة يعني مهم جدا في هذا الباب، فيأتي بروايات يثبت به السماء. وفي صحيح أيضا تعرفون أنه يحاول إذا كان راوي هناك جاء بصيغة العنانة بالإسناد الأول يأتي بإسناد أو حديث بكامله لا مناسبة له بالباب إلا لإثبات سماع بعضهم من بعض، وهذا معروف. لكن في هذا الزمان على كل حال يعني الناس الذين يعيشون على قواعد الجرح والتعديل فقط ولا يعرفون التصحيح والتضعيف، أي واحد من هؤلاء الذين تذكرون وينوهون بالمتقدمين والمتأخرين وغيرها لا تجد منهم ولا إسناد واحد منهم تصحيح والتضعيف ولا حديث واحد يخرج ويصح ويضعف، إنما يعيشون على هذا باسم السنة وباسم دراسة السنة وباسم الدكتور في السنة، فنقول لهم دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. نعم، هذه رزق له يأخذوا باسم السنة، لكن في الحقيقة الأئمة من قديم الزمان تتبعوا صنيع البخاري رحمه الله فوجدوا أنه لا ما كان يصحح الرواية أو ما كان يدخل في صحيح إلا من راو يكون ثبت لقاؤه من شيخه، هذا هو الذي يظهر. نعم، فألا هذا والله أعلم قول الإمام البخاري. وإلا ثانيا الصحيفة، مشكلة الصحيفة، قال أن سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر إلى الحسن البصري فأخذها. إذا كانت الصحيفة والكتاب ثابتة عن جابر وتناولها أحد فهذا يسمونه في علوم الحديث من أنواع التحمل. نعم، مناولة في الغالب يأتي، فيناوله الكتاب والكتاب ثابت عنه فيكون ربما أقوى من الحفظ. الحفظ قد يكون خوانا لكن الصحيفة إذا كانت ثابتة، ولذلك كم من الروايات جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدنا كتاب فلان. الإمام عبد الله بن أحمد يقول رأيت في كتاب أبي بخط يده، ما سمع هذا الحديث لكن بخط يده معروف أن هذا خطه وكتابته وصحيفته. فإذا أخذ الإنسان الصحيفة غاية ما فيه يبين، لكنهم كانوا يستجيزون يقولوا أن فلان حيث إن الصحيفة ثابتة، فألا هذا أيضا الإسناد يكون متصل إن شاء الله. أما إذا كانت الصحيفة نسبتها إلى من نسب إليها خطأ فهنا الكلام، لكن إذا كانت الصحيفة ثابتة فأخذها. الآن كلنا نروي، قال الإمام البخاري رحمه الله وأثبتوا الكتب كتاب البخاري والكتب الستة وغيرها، فهل يقال إن هذا كذب على البخاري وكذبك؟ قد يكون هذا أوضح وأقوى من الحفظ بالسماء والله أعلم. فإذا الحديث صحيح إن شاء الله. نعم، ثم بعد ذلك قال أن سليمان اليشكري حتى يعرضه ولا شريكي، وفي رواية مسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. ولذلك مسألة دخلت في الشفا، هذا الحديث يدخل في باب الشفا أيضا، بحيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ الشريك بالقيمة التي أخذه أحد آخر وينزع منه قضاء إذا لم يكن الصلح، أما إذا صالح خلاص خذ أنت ما دمت أنت الأول وأنت صاحبه الأول فأنت خذه، لكن إذا ما كان فقضاء ينزع من صاحبه الثاني ويعطى إذا لم يرضى الشريك هذا البيع. نعم. هذا سليمان إبراهيم التيمي، قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جاء فرواها وذهبوا به إلى قتادة فرواها وأتوني به فلم أريدها أو أرويها لم أرويها، يقول رددتها فلم أريدها يقول أو لم أرويها يقول رددتها، أيا كان لكل حال هكذا جاء يقول رددتها
يعني ما أخذ الصحيفة، وهذا لا يكون يجرح صحة الصحيفة والله أعلم، إلا إذا كان تكلم في صحة الصحيفة. قال هنا انظروا الحديث واضح جدا، لكن النووي رحمه الله يقول في شرح مسلم، وهذا محمول عندنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة، وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام. هذه مشكلة، لماذا؟ ما دام يأتي النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حتى يؤذن صاحبه، فكيف نحمله ووراءه مفاسد كثيرة في الحقيقة لا شك فيه، ومشاحنات بين الناس، فالإسلام يمنع من كل سبب يكون سبب اختلاف بين أخوينه. ولذلك القول بأنه ليس بحرام ليس بصحيح، ويؤولون الحديث على هذا ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال، ويكون الحلال بمعنى المباح وهو مستوى الطرفين، والمكروه ليس بمباح مستوى. هذه كلها الأقوال والله أعلم، الذي يظهر أنه ليس بواضح، واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن به فيه فباع، ثم أراد الشريك أن يأخذ بشبهته، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وعثمان البتي وابن أبي ليلى وغيرهم له أن يأخذ بالشبهة، إذا كان كراهة تنزيه فقط فكيف ينزى بالشبهة من صاحبه؟ معناه أن أصل البيع ليس بصحيح إذا لم يجد صاحبه أشياء كثيرة. إذا قال طيب ما دمت بعت لا بأس فالبيع صحيح، لكنه إذا عارض وعنده معارضة فيجوز له أن يأخذ ويقول أنا ما أرضى أنا أخذ بنفسنا. نسأل لو كان حيا رحمه الله يقول الشيخ يزيد عليه ما يقبل كلام النووي، يقول من أين أخذه بأي دليل؟ النهي للتحريم أصلا إذا لم تكن هناك أدلة صارفة للتنزيه وهو الأصل فيه. ثانيا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم أيضا يدل على أنه للتحريم، لأنه لا يستقيم إذا كان للتنزيه فقط، فكيف يقولون أنه يأخذ بالشبهة ينزع من المشتري ويعطى صاحبه؟ هذا لا يكون في التنزيه كراهة التنزيه، معناه أنه عمل عملا مخالفا للقواعد العامة للشريعة، ولذلك كأنه يعاقب بعكس قصده. نعم. فيقول قال الحكم والثوري وأبو عبيد طائفة من الحديث ليس له الأخذ، وأنا أحمد روايتين كالمذهبين، انتهى كلامنا. قال الشوكاني في النيل متعقبا على من قال إنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال، وهذا إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصا بما كان مباحا، كلام طويل في رد على قول بأنه كراهة التنزيه. وقد قال الشافعي، يقول هنا قال ابن الرفعة ولم أظفر به أن أحد من أصحابنا ولا محيد عنه، وقد قال الشافعي أيوة قال في شرح الإرشاد الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك، قال ابن رفعة ولم أظفر به أن أحد من أصحابنا ولا محيد عنه، وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فاضربوا بقولي أرض الحائط. كان يقول حتى لو قلت إنه لا يجوز يعني أن يؤخذ، فالحديث ما دام نهى وجاء أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، كانه يقول قول الشافعي موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. المخابرة من قبل مذهبنا الخبار هي أرض رخوة، فقالوا إن الذي الأرض التي كانوا يأخذون مثل ما الأرض بالكراء بالمخابرة، الأرض كانوا يأخذون بالكراء لسنة أو سنتين، كذلك المعاومة من العام كانوا يستأجرون على سنين. فما جاء ماذا جاء فيه؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقنة. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب هو عبد الوهاب الثقفي رحمه الله. ماذا هذا من قبل المخابرة؟
من مذهبنا الحديث بذاته المحاقلة والمزابنة. المحاقلة والمزابنة هنا فسر قال: والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل. هذا مذهبنا، لكن المخابرة هو كراع الأرض، هكذا فسروا. قالوا أنه يكرى الأرض لسنة أو سنتين أو عام أو عامين. فالمحاقلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقة أنه قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة، ورخص في العرايا. رخص المزابنة المحاقلة يعني بيع الزرع وهي في سنبله، والمزابنة بيع التمر على رؤوس النخل، لكنه رخص في العرايا على قدر ما يأكله الناس في الموسم فيما دون خمسة أوسق. نعم. المعاومة مفاولة كالمساهمة من السنة، مسانها من السنة والمشاهرة من الشهر. قال الجذري: في النهاية هي بيع ثمر النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثة فساعدا قبل أن تظهر ثماره، قبل أن تظهر ثماره. فهو يبيع قبل المدة، قبل أعوام، أشتري منك بكذا وكذا بعد عامين أو ثلاثة. وأما المخابرة فمن تفسيره أيضا قالوا أنه الأرض الزرع، بيع الزرع ولما تدرك. إلى الآن الزرع ما نضج، وهو بيع الحب في سنبله أو كذا الذي يخاف عليه العاهة وتفسد. ففي هذه الحالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. والآخرون فسروا قالوا عن كراء الأرض، ولا شك أن هذا باب آخر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض في أول الإسلام، قال: من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أو ليمنع فليزرعها أو ليزرعها أو ليتركها ولا يكريها. جاء نص صريح، وعند النسائي أكثر الطرق محصورة في هذا الباب، باب كراء الأرض. وكان هذا في أول الأمر، ثم لما وصى الله على المسلمين كما قال رافع بن قديج أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا بيع، أجاز لنا كراء الأرض. نعم. باب ما جاء في التسعير. التسعير من السعر أن يكون يحدد السعر لكل سلعة، أنه لا يباع أكثر من هذا. ما حكم التسعير؟ قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا الحجاج بن منهال أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. سعر لنا أي حدد لنا أسعار الأشياء، لأن الناس يبالغون في بيع في غلاء الأسعار أو في غلاء المبيعات. سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لا أرجو أن ألقى الله ألقى ربي، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. نعم. غلى السعر على عهد رسول، فقال: سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر. ثم بعد ذلك قال: القابض الباسط. ليش يتحرك هذا؟ اضبطوه، كانه من هنا يلعب علينا يا اخي. لا مو من هنا، من هنا. ايوه نعم. فعقب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله: ان الله هو المسعر القابض الباسط. ومعلوم أن الأشياء والأمتعة والسلة إذا زادت فيرخص، وإذا قلت فيغلى. فإذا كان الإنسان التاجر يشتري غاليا، اشترى بعشرة والتسعير جاءه لا يجوز لك أن تبيع بعشرة، فإذا جهده أين يذهب؟
وأجرة الدكان، أجرة العامل والعمال وغيرهم وغيرهم. ولذلك في مثل هذه الحالة، يعني إذا كان حصل قلة في المال، وهذا من قدر الله تعالى أنه قد يقل قد يكثر، جاء الجفاف، جاءت سنة المجدبة إلى آخره، ففي هذه الحالة لا يجوز التسعير، لا يجوز التسعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذا ظلم على التجار. وإني أرجو الله تعالى أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة، معناه إذا سعرت في مثل هذه الحالة، والله تعالى من قدره أنه هو الذي قلل الرزق وفغلى، وإذا زاد، وهذا معروف. الآن ما ندري إيش البرتقال الآن، هذا الذي يسمونه أبو سرة، مو كذا؟ أنا كنا في المدينة قبل 50 سنة، كل شيء بريالين، البطاطس بريالين، والبرتقال بريالين، والتفاح بريالين، وأيضا حتى الجوافة وغيرها كانت هي التي غالية، لأنها كانت تكون جاية من الخارج، لكن هذه كانت ميسورة، كل شيء بريالين هكذا نشتري، وحتى زنجبيل بريالين، سبحان الله. الآن بعد هذه المدة جاءت ريالين رخيصة بفضل الله، لا الله تعالى بارك فيها، وإلا برتقال ريالين ما كان أقل من ريالين، ما هو كذا ريال و75 هللة، ومن أحسن أنواع البرتقال. فإذا كثر وفاض بفضل الله تعالى فيبيعون رخيص، وإذا قل وجهدهم وما وسقي والعمل والعمال وغيره، فلا بد أن يبيعوا غالي. ولذلك إذا كان حالة واضحة جدا بأن الناس لا يفرطون أو لا يستغلون، ففي هذه الحالة لا يجوز التسعير. لكن إذا كان الناس لا يؤمنون، لا يخافون الله تعالى، ويستغلون عامة الناس، فهنا كما تكلم العلماء وفي السياسة الشرعية في الراعي والرعية، ابن تيمية رحمه الله يقول في هذه الحالة يجوز التسعير حتى يضبط الناس ولا يظلموا ولا يستغلوا. هذا خلاصة كلامي. وغير واحد من العلماء أفتوا أصحاب المذاهب عامة، قالوا التسعير يجوز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إشارة إلى أن الله هو القابض الباسط الرازق، فإذا بسط للناس رزقهم يرخص، وإذا قبض فيغلى. أما إذا كان الغلاء الآن رخيص، الآن هناك تعرفون السياسات الدول التي ترسل لكم، يقولون أن في بعض البلدان تكون البيض هذا لو أرسلوا، وتأتي إلى بعض البلدان بيض من الخارج، لو أرسلوا يكون رخيص جدا، لكنهم لإبقاء الوزن الباقي يرمونه في البحر، هذا معروف يعني في الجرائد وكذا، يأتي هذه حماقتهم يعني، سبحان الله. طيب بيعوا كثير وتربحون كثير، لكنهم يقولون لا، والباقي يرمونه في البحر، سبحان الله. فمسائل مثل هذه قد يكون تصرفات واستغلالات الناس، فداخل بلاد الإسلام لا ينبغي، لابد أن يراقب هؤلاء، ليش يرمون ما دام قد بسط الله للناس الرزق، فرخصوا لهم، وإذا كان قل، لكنهم على كل حال الأمر بيد الله. ثم جعل في هذه الأيام نشتكي إلى الله مثل ما اشتكى موسى عليه السلام في فرعون، رب إنا قد أعطيته، قال أتيت فرعون وملأه زينة و أي نعم، فهم يتصرفون في رقاب الناس في العالم كله، والله المستعان، اللهم إليك الشكوى. نعم، فإذا لكنه كما قال أئمتنا رحمة الله عليه، وهو كلام ما يكون موافق لروح الشريعة، أنه إذا كان الناس يستغلون، أفراد معروفون التجار يستغلون الناس ويغالون وليس سبب الغلاء، ففي هذه الحالة جاز أن يسعر. نعم. يقول هنا وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة، ووجه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة أن تراض،
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير، وتفصيل هذا هو إذا كان الناس يستغلون والسلع متوفرة فيحبسون أو يحتكرون وكذا، وفي هذا الحالة يجب على الإمام أن يجعل هناك محتسبين للسوق، نعم، والحسبة في السوق. هذا كان موجودا حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا يفتشون الأموال الرديئة وغيرها وغيرها، حتى أنه جاء في بعض الروايات كان يستدل به الشيخ الغزالي، وهي رواية ضعيفة، أن بعض النساء كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمور السوق، كانت مسؤولة في هذا. الرواية ما ثبتت، وذكرها البغوي، أنا تتبعت هذه الرواية، ذكرها البغوي في مجمع الصحابة برواية مجهولين، لكن الشيخ الغزالي على كل حال، الغزالي اللي كان قريب توفي الله يغفر له، كان يتكلم بشدة، يقول أنتم جعلتم النساء مثل أي شيء، لابد تكون محجورة ولا كذا، في هذا السياق كان يتكلم. لا، ليست محجورة إن شاء الله، وليست هي يعني مقفلة مثل الدجاج كما كان يقول. فكان يقول شوفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كانت تشتغل، نعم كانت تشتغل أشغال خاصة لهن بهن إلى آخره. فالحاصل على كل حال، ولذلك قول مالك رحمه أنه يجوز للإمام التسعير، وهذا هو يعني تفصيله فيما إذا رأى أن الناس لا يخافون الله تعالى ويستغلون أن ضعف الناس عامة، فلذلك جاز إن شاء الله لمصلحة الأمة. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. غش أي نوع من الغش لا يجوز، ومن غشنا فليس منا، واضح. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي أو مولى الحرق عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس منا. نعم يفعلون، سبحان الله، في بعض الأحيان تشتري الكرتون من البرتقال وكرتون كبير، لا كرتون كبير وتحته كراتين ملفوفة محطوطة، إيه نعم سبحان الله، ويظهر أنه فيه كثير، فيغشون مساكين يعني الله المستعان. وينبغي أن يكون في هذا عليهم تعزيرات، نعم، ولذلك الناس ما يعني يأمنونهم يقلبون وكذا، نعم. من غش أمتي فليس مني ومن غشنا فليس منا. وفي الباب قال: وفي الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريدة وابي بردة ابن النيار وحذيفة ابن اليمان. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا الغش وقالوا الغش حرام، حتى لأن هذه مصالح عامة، حتى الذي لا يدين بدين الله ولا يؤمن بالله هو أيضا يقول الغش حرام، ما هو كذا؟ هم يعرفون وعندهم نظام أنظمة صارمة، إذا غش أحد الدولة أو غش أفراد الناس وعليه محاكمة شديدة جدا. فالإسلام دين الفطرة. باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن. باب ما جاء في استقراض الشيء أو السن، شيء من الحيوان أو السن أي غير البعير أيضا، استقراض ما حكمه؟ قال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء أبو كريب الهمداني أنه قال: حدثنا وكيع وابن الجراح ابن مليه الرواسي عن علي بن صالح، نعم علي بن صالح ولا صالح بن علي، في اليمن علي بن صالح علي صالح ولا صالح علي علي صالح، أنه علي صالح ولا علي بن صالح علي صالح وكذا، الله المستعان، يعني إن كان أحد خان الأمة في زمن ما من الدهر الماضي فهذا يلتحق معهم في التاريخ، سبحان الله، الله المستعان، إنه عمل غير صالح. علي بن صالح بن
علي بن صالح بن علي بن صالح ابن حي ابن صالح العمداني الثقة عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة رضي الله رحمه الله أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتى سنا خيرا من سنه قال خياركم أحاسنكم قضاء. هو جاء الحديث بتفصيله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من بعض الناس سنا فأمر بعض الصحابة لما جاءت إبل الصدقة فقال أعطوه قرضه فقالوا يا رسول الله لا نجد سنا مثل سنه الذي أخذنا منه فقال إلا أنه يكون فوقه قال أعطوه ما فوقه فإن خياركم أحاسنكم قضاء فلن نعطيهم أفضل هذا من عمل الخير. لكن يأتي الكلام هنا قالوا كيف يعني بعضهم اعترض قال كيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ إبل الصدقة ويتصرف فيه ويعطي بدلها خيرا منها من إبل الصدقة؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها أو تحمل هو صلى الله عليه وسلم وليس أنه تصرف في بيت مال المسلمين ما لا يجوز. نعم نعم جاز هذا بشرط ألا يكون يطلب هو صاحب القرض المقرض لا يطلب منه فجاز أن يعطي 450 إذا أدى خذ هذه 500 إن شاء الله فهذا جاز. الناس ما يعطون بهذا قد يعطون هذا للأولاد هدية أو كذا يعطون. نعم 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 هذا سلب الحيوان بالحيوان. نعم هذا هو الذي كان قرض بالحيوان أو استبدال الحيوان بالحيوان لا يجب أن يكون مثلا بمثل. نعم مثل أي شيء. ثم قال حدثنا محمد المثنى أنه قال حدثنا وهب بن جرير أنه قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاض قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة أي سلمة ابن كهيل والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يعني مثل علي صالح رأى هؤلاء أيضا عن سلمة علي بن صالح عن سلمة كذلك روى شعبة وسفيان عن سلمة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ولم يروا بأسا باستقراض السن بأسا من الإبل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعضهم ذلك يعني كأنهم رأوا أن يكون التساوي لا يمكن التساوي فلذلك لا يجوز إلا مثلا بمثل هكذا قالوا. لكن الحديث واضح في هذا المعنى إن شاء الله. هنا قال أنا أذكر أني قرأت هنا أو غيره ابحثوا قالوا هذه كانت من إبل الصدقة فكيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أكثر من الواجب يعني الذي أخذه أقل دون وآتى من درجة عالى؟ فقالوا أن هذا أولا أمير المؤمنين له حق في التصرف في مثل هذا عامة، ثانيا لا يجوز أن يعترض للنبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد اشترى هذا ويكون قد أدى من عند نفسه. إيش عندك يا أخي؟ سؤال؟ نحن الآن اجلس شوية اجلس إذا أذن نأتيك إن شاء الله. أجل ماشي أنت ماشي ولا تقبل كلامي؟ نعم طيب. ثم أيوة إيش قال 32؟ أيوة يقول قال النووي هذا مما يستشكل فيقال كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها. والجواب أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا ممن استحقه
فملكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله. ويدل على ما ذكرنا رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتروا له سنا، فهذا هو الجواب المعتمد، وقد قيل غير هذا أيضا. على كل حال نعم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن باسا من الإبل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعضهم. ثم قال حدثنا محمد المثنى وهو العنزي قال حدثنا وهب بن جرير أنه قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له صلى الله عليه وسلم القول، فهم به أصحابه لتأديبه لأنه يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. نعم، من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط إلا إذا انتهكت حرمات الله فلم تكن تقوم له قائمة. دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ما دام له حقه ويجوز له أن يتقاضى، فإذا أغلظ القول فله ذلك. وهذا يدخلونه في هذا الباب، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا كان شخص المظلوم جاز له أن يتكلم فيه، كذلك يشتكي ويتظلم فلان أخذ مالي ولا يعطيني أو أعطيته قرضا ولم يعطيني. وجاء في التفصيل أن هذا الرجل الذي قال في قصة مثل هذه شبيهة مع اليهود، بعض اليهود قال أنا عارف أنكم أنتم تأكلون أموال الناس، تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بشدة. نعم، لا هو له حق مثلا، يعني آتني مالي لعله يكون، والله أعلم، الوقت جاء أو جاء يظلم ظلما يطلب قبل الوقت، قبل حان، قبل أن يحين وقت الأداء. على كل حال القرض كان في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، الله المستعان، فجاء يطلب فشد القول أو شدد القول، فالصحابة ما كانوا ليتركوه ويذهب أمامهم يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه صلى الله عليه وسلم عليه بحي يمسكوه ويضربوه أو يعنفوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق، وهو صاحب الحق، آتاني المال له مقال. أو هل كان مسلما؟ والله أعلم، ما ندري، ربما يعني والله أعلم كان، وقد يكون من العرب ومن سكن البادية جفا، وكان يعني على كل حال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قد يكون غير مسلم. على كل حال يأتي بيان لعله. فإن لصاحب الحق مقارا، ثم قال اشتروا له بعيرا فآتوه إياه فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه، فقال اشتروه فآتوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أنه قال حدثنا شعبة أن سلمة نحوه. نعم، أن رجلا تقاضى، وفي رواية البخاري كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاها. ولأحمد بن عبد الرزاق جاء أعرابي، هذا الذي أردت أن أقول، جاء أعرابي يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فأغلظ له القول عنف عليه. نعم،